الله يخلي لكم. إذا جمعة مباركة للجميع متتبعي متتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. وللأسف اليوم حنا أمام صدمة ديال واحد العائلة اللي ما كانش تتسبق يعني تتوقع وما كانش في البال والحسبان ديالها أنه في واحد اليوم أنها تكون ضحية. هذه العائلة هذه اللي تتكون من زوج وزوجة وطفل أنها تكون ضحية ديال عملية نصب من أحد الأشخاص اللي تستغلوا يعني الأوراق يعني تستغلوا أنه أوراق يعني نقدروا نقولوا بأن ما عندهاش هوية باش أنهم تبيعوا الناس الأراضي ولا تبيعوا الناس المنازل في الوقت تتفاجئوا بأنه بعد ما هذه العائلة استقرت في هذا المكان هذا في أبواب مراكش ويعني والزوج فتح واحد المحل ديال الصدور باش يترزق عليه الله، لقوا بانهم هما ضحيه ديال واحد عمليه نصب خطيره من طرف واحد الشخص هنا تيبيع يعني المنازل العشوائيه هنا في ابواب مراكش، ولقوا بانهم هما محكومين بالافراق. بالاضافه انه هذا السيد هذا قام بالبيع لعائله اخرى اللي يعني لقى شاري اخر اللي يشري وتنتظر الدور ديالو يعني يحيدوا هاد الناس هادو عاد عاوتاني يسكنوا هذاك الاخر. نخليو السيده يعني تقربنا من تفاصيل هاد الواقعه اللي يعني غيرت لهم الحال والاحوال ديالهم في هاد اليوم العظيم والجليل عند سيدي ربي. تفضل يعني كيفاش وقعت الواقعه قربينا من الصوره. السلام عليكم. الله يجازيك بخير سيدي. احنا شارين هاد المحل من واحد السيد عشوائي ما عندها لا ورقات لا شي حاجه. انا ساكنه هنايا وراجلي خدام سودور على برا وهاد السيد نصب علينا. المشكله هو اني تفاجئنا بان المحكمه جاتنا بالافراغ وحنا ما عندنا لا فين نعيشو ما عندنا فين نسكنو ما عندنا راجل فين يخدم. حنا ناس مساكين ما عندنا حتى شي معين اللي يدير اللي يصير عندنا ولا شي حاجه وما عندنا حتى شي مدخول. حنا ناس مساكين وحنا ساكنين في هذا المحل والله يجازيكم بخير سيدي. حنا بغيناكم تنصفونا. نعم يعني كيفاش تلاقيتوا بهذا السيد هذا وباع لكم هذا الدار هذه اللي ساكنه؟ ماشي بيع علينا. حنا بيع بزاف الناس هنايا ماشي حنا الاولين ماشي الثانيين. حنا كنعرفوا هذا السيد جا عندنا المحل عطيتو الفلوس انا اللي شريت من عنده انا عطيتو الفلوس صافي سكننا راه 8 سنين وحنا هنايا. يعني كيفاش تلاقيتوا به لالا انتم كيفاش تلاقيتوا به؟ تلاقينا بهذا السيد تيكري الناس معروف هنا في الضحى تيكري الناس كلشي الناس يعرفوه في الدور تيكري الناس تيكري تيشري تي كاين اللي كيكري ليه كاين اللي كيبيع ليه. حنا بيع لينا وهاد الناس كلهم واللي بيع ليهم. يعني شنو كيفاش تعلمتوا بانكم راه عندكم قرار ديال الافراغ وكيفاش؟ من المحكمه سيدي جاتنا المحكمه جاتنا ورقه المحكمه بالافراغ. هذا هو المشكل. ملي درنا الدعوه حنا درنا دعوه عاودت المحكمه ما قبلتش لينا هذاك التعرض اللي درنا ما قبلتوش لنا المحكمه. وكيفاش عرفتوا بانه كاينين ناس اخرين حتى هما بيشريو من عنده هنايا والجيران هنا هذا السيد اللي حدانا هو اللي بيشري من عنده. السيد اللي ماسك معنا كيجي كيقول للراجل انا بغيت تخوي المحل راه غادي الله لا بقيتي فيه راه غادي تخرج كما قعدتي غادي تخرج وانت ما غاديش تبقى هنايا بلا ما تعول تبقى هنايا. شوف فين تسكن ولادك فين تسكن انت شوف فين تخدم شوف واش بغيت دير. ما شاء الله. والسيد جا عنده ولد هنا قال لي انا هذا المحل بغيت نبيعه جا عنده هو براسو وقال لي انا هاد المحل راه السيد كاين اللي بغا يعطيني كثر من داكشي اللي عطيتيني انت. انا غادي ندير لك القالب قال لي باش تخرج وتقعد انت وعد انت في الزنقه شغلك هذاك. وعلاش ما تكتبتوش مع لالا انتم انا الاول ما درتو مع المكاتبه؟ حتى حد ما مكتب مع هاد السيد تيبيع لينا حتى حد ما مكتب معاه. اذا كان شي حد مكتب معاه ها هي هو حتى حد ما مكتب معاه. قالنا شاري من عنده بحال شكل الساروت. الساروت تبقى ساكنه 8 سنين وحنا هنايا. ما شاء الله. يعني كيفاش تشوفي انت حياتك دروكا خصوصا ان عندك واحد الوليد وعندك عائله تقررتي انه يكون عندك استقرار تتفاجئوا بهذا الشيء اللي هو هذا الوقت؟ وتصدمنا واحد الصدمه الله سبحانه وتعالى اللي مطلع بها. تصدمنا صدمه كبيره باننا نمشيو ما عندنا حتى فين نمشيو ما عندنا فين نسكنوا ما عندنا هذا الراجل فين يخدم راه 8 سنين وحنا ساكنين هنا كي غادي نديروا ما عندنا شي حاجه مدخول فين نمشيو ما عندنا شي بلاصه فين نسكنوا. انت كتشوف المحل على قد الحال حنايا مساكين ما عندنا حتى شي حل ما نديروه. هل تلجنا للقانون؟ القانون ما نصفناش ولكن الله سبحانه وتعالى غادي ينصفنا. حنا كنلجؤوا للسي الحموشي وجلاله الملك ينصفنا لان القانون ما نصفناش. الا كان هذا السي عنده شي اثبات شي ورقه بانه هذا المحل ديالو حنا نخويوه ليه من دروك.
حنا ما بينا ديال الناس، حنا بينا ديالنا. هو عنده الوراق ديال ما عنده حتى شي وراق، ما عنده حتى شي اثبات. الا شي اثبات يجي عندي انا، هو حتى شي اثبات ما عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. ودروك كيفاش تشوفوا انتما، كيفاش تفكروا في حالة ما انه تم الافراغ ديالكم من هذا المنزل؟ ما عرفنا ما نديروا، حق الله ما عرفنا ما نديروا. تلفنا ما بقى عرفنا لا ما نسبقوا ولا ما نخرجوا. اش بينا نديروا؟ حنا التجئنا لكم والتجئنا الله سبحانه وتعالى، انتما اللي قدامنا. ما لقينا شي حد، ما خلينا ما درنا، ما لقينا حتى شي حد اللي وقف معنا، شي حد اللي عاوننا اللي نصفنا، ولكن الله سبحانه وتعالى كاين في الوجود. ما حاولتوش انكم ديروا مع شي حل ودي باش تحلوا مع هذا المشكل هذا؟ مشى عندو الراجل قال حكمت ليه المحكمه ب 8 مليون ونص. حنا 8 مليون ونص ما عندنا بها حتى شي، حتى 10000 ريال ما عندناش منها. حنا راه انت تشوفوا خصوصا دابا كورونا، الناس كاع ما خدامين، الناس هي جالسين، ما عندنا حتى باش نكريو ما عندناش. نعم ما شاء الله. شنو الرساله ديالك اللي بتوجهي انت من خلال الرساله ديالي؟ كنوجهها لعدد تنطلب سي الحموشي وجلاله الملك الله ينصرو، الله يحفظو لينا، يوقف معنا في هذا الشيء. راه حنا ناس مساكين ما عندناش. حنا الى هذا السيد هذا المحل ديالو يدي، راه حتى شي اثبات ما عنده، حتى شي ورقه ما عنده، وحنا الناس هي مساكين، وحنا ما فحلناش، والله سبحانه وتعالى راه فوق من كل شيء. وتنطلب اعاده الحكم في هذا الشيء، تنطلب اعاده، تنعاود نكررها، اعاده الحكم في هذا الشيء. هذا الشيء راه ما يمكنش، راه حتى استئناف ما قبلهاش لينا. نعم. المشكل ما يمكنش يتحكم وهذا السيد ما عنده حتى شي ورقه، حتى شي اثبات. نعم. وديك الساعه علاش ما يرد لكمش فلوسكم كاع؟ ما بغا يدير معنا، ما بغا يدير معنا حتى شي حل، حيت هو مالي حتى شي حاجه في هذا الشيء. ما شاء الله، يعني خدام هو بالعشوائيه وتين. خدام هذه هي بعيشته، سنين هو خدام هكا. ما شاء الله. تفضل الشريف اجي تفضل معنا. تفضل الشريف. غير خليك انا نشد عليك الميكرو، لا شد عليك الوليد اللي اجي سيدي. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني بينك تقرب لي كيفاش تلاقيتي مع هذا السيد هذا؟ و السيد يعني الاول كان كاري لي بالركه، ماشي هذا بالركه، كاري لي بالركه اخرى هنايا بعيد على هنا بواحد 500 متر. الاول كان داير لي ورقه ديال السيد، ملي بغيت واحد المحل شفتهم عندهم المرمره كانت خدامه، كانت خدامه المرمره. ملي بغيت المحل قال لي دير لك واحد المحل، قلت له واخا انا نتحول انا والدار هنايا الدوزان ديالي وهنايا، ويقول لي صافي بقات لي الورقه ديال السيد بقات عنده هو، انا نسيتها ديالي اللي عندي انا شركتها، بقات عنده وحده محتفظ بها. حتى انا هذا السيد جاري هنا قال لي يعطيك 10 مليون هنا، وخرج هذا السيد مع السيد مقاسم معايا، حتى هو نفس الحرفه. هادشي اللي كاين اخويا. ودروك هو بفراغك من هنايا، ودروك علاش يعني ما درتوش انتما مع شي مكاتبه كما كيقولوا؟ ما عندي باش نكتب، قال لك ما عندي باش نكتب لك، هذه بلاد الضوء هذه، هذه بلاد ديال الضوء هذه، هذه كانت عند الدار ديال عند الكوماندار نصراني، كان هنا وبقات هكا ظاهره وبدا يبيع فيها هو. ما شاء الله. كيفاش تشوف الحياه ديالكم دروك الشريف؟ الحياه ديالنا زعما سيدي تشوف فيها، هذا الشيء اللي عطاه الله. انا خدام مع 6 دراري دابا هما واقفين تاهما بولادهم كل شيء. ما شاء الله. يعني خدامين معاك عائله، تحليتي محل؟ لا هما على برا كاع ديال مساكن. ما شاء الله. يعني الرساله وصلها اخويا، ان شاء الله يكون خير ان شاء الله في خلال هذا المباشر هذا. وللاسف دائما يعني ما تنعرفوش علاش ما تكونش واحد المراقبه، دائما هذا هو السؤال المطروح، علاش ما تكونش واحد المراقبه وما تكونش واحد الحزب بالنسبه لهاد الناس، هاد الناس هادو اللي ولاو مكونين ان صح التعبير عصابات في هذا الشيء ديال يعني الاستحواذ او الاستيلاء على الاراضي الغير، وانه تنشوفوا بانه البناءات العشوائيه المتراكمه هنا في ابواب مراكش اللي يعني تيقوموا تيبيعوا المواطنين والضحيه اليوم، والضحيه واحد العائله مكونه من 3 افراد، يعني زوج وزوجه وابن. فبعد ما هذا السيد دابا اليوم هذا المكان هذا العشوائي هنا في ابواب مراكش تيتفاجئوا بانه جاهم واحد الحكم، حكم بالافراغ. وهذا هو السؤال اللي تشوفوا معنا من خلال هذا المباشر، هذا هو الحال ديال هذا المكان هذا كما تشوفوا معنا. يعني هذا المكان ماشي هو المكان الاول ولا الاخير، يعني هنا عشوائيه تامه. شوفوا معنا من خلال هذا المباشر مستغلين هذه الفضاءات يعني بالقرب من هنا من ابواب مراكش، وتيقوموا بالبيع للمواطنين والمواطنات بعقود مزوره، ومن بعد انهم في الاخير تلقوا انهم ضحيه ديال 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 انه النصب والاحتيال. وهذا هو السؤال المطروح والسؤال الكبير
فينا دور ديال المسؤولين، فينا دور المراقبين تشوفوا بانه منازل عشوائيه كاينه هنا بشكل كبير، ولكن الضحيه دائما تكون هو المواطن، لانه تنعرفوا انه دائما تكون الهم ديال الانسان هو السكن والاستقرار، وهاد الناس هادو تيستغلوا الضعف والجهل ديال الناس باش انهم يعني ينصبوا عليهم لا فلوسهم لا فرزقهم. تنتمنى من خلال هذا المباشر انه تكون الرساله واصله، وان المسؤولين تدخلوا باش انه يضربوا بيد من حديد على هاد الناس هادو اللي تيستغلوا ظروف الناس واحوالهم في الحاجه للسكن باش انهم يديو لهم رزقهم. شكرا لكم وتحياتكم متابعينا، جمعه مباركه جميع، والى لقاء اخر من خلال قناه شوف تيفي.